مساء الخير مجددا، مرحبا بكم الناس كل معانا على قناه تونسنا. كل فيديو لفيتير تشوفوهم في سهره تلقاهم في الوقت على صفحه قناه تونسنا على الفيسبوك تونسنا تي في بوان اوفيسيال، بشكل تجمع تتابعوا بطبيعه كل التفاصيل والغديف كالعاده غدوه مع ماضي ساعه. وخلينا في الانتظار، خلينا في المباشر نرحبوا بضيوفنا كالعاده. نوتخ كرونيكور برانسيبال سي مختار تليلي يحضر معنا اليوم الصحفي فيصل فزاني عن جريده التونسيه. مرحبا سي فيصل. شيماء شمام كالعاده مرحبا بك، وسي علي عباس الاستاذ المحامي المختص في القانون الرياضي عن جامعة تونسية لكرة القدم، رئيس لجنة كرة القدم المحترفة والناطق الرسمي للجامعة. سيد أحمد، قبل ما نشوف نفتحوا ملف إيزيكيال والإشكال القانوني، يعني بالضبط شو تعمل اللجنة اللي أنت تترأسها واللي هالنهارين كنت عندها برشا اجتماعات، عملية التأهيل شو تشوفوا فيها؟ ثغرات قانونية، عقود مش مكتملة، كيفاش تقبل دوسي ما باش ترفضوا دوسي، كيفاش تأهلوا لاعب وما تأهلوش؟ باعتبار التأهيل فيه شروط وفيه وثائق، اللي وثائق إجبارية تكون موجودة بالملف. نشوفوا الملف، نشوف وندرا وقع احترام القوانين، ثم اذا كان معناها الاجراءات سليمه تمنح الاجازه للاعب. ينجم لاعب يسقط شكلا يعني بطبيعه الحال قانون يعني فما خطا بطبيعه الحال واضح، فما وثائق اجباريه لازم تكون موجوده. صارت هذيا شوف صارت يعني. صارت وفما رفض يكون يرفض الملف الى حين استكمال وثيقه اخرى، حتى مع بعد ضرب خطيه قدرها 500 دينار حتى بعد عنده 8 ايام في يده باش يعاود يجدد الملف. وعلاش الخطايا؟ هذا القانون باش الجامعة عندها فلوس. حتى بعد انتهاء يعني الميركاتو مثال مثلا في نقطة معينة، إذا كان ملف بعد انتهاء الميركاتو رفض لنقص في وثيقة معينة واضح يمكن أن يرفض معناها مؤقتا وعنده 8 ايام في يده باش يصحح الاجراء. هذه قديمه في الاجل وبرا. واضح سي علي، خلينا نمشيو شويه قانون قبل ما نحكيو كما قلنا على قضيه ايزيكيل لاعب التركي حاليا النادي الافريقي مازلنا ما نعرفوش. خلينا نفسروا قانونا العقود هذيا، الاعاره وضحتونا قبيله نقطه انه تبادل اللاعبين لا يجوز. يعني خلينا نفسروا قانونيا شو نجم نوضحوا اكثر للمشاهدين تاع قناه تونس. شوفوا ما انواع يعني من الانتقال. شوف عندك الاعاره. إعارة هو فريق فما تصير كونفونسيون بين زوز فرق واللاعب هذايا وتقع إعارته للفريق هذايا بالطبيعة فيها الكونفونسيون هذه فيها دي كلوز فيها اتفاقيات مالية شكون باش يخلصوا الشهرية البريم قداش قيمة الإعارة والمدة نتاعها. وهنالك الانتقال من فريق لفريق بالطبيعة، فريق من حقه باش يبيع اللاعب هذايا فريق الآخر، لكن هذوما الكلاسيك. فما اللي يقول لك إعارة بيك اوبسيون دشاء بالضبط. في اوروبا توا يستعملوا برشا الاعاره افيك اوبسيون داشا، خاصه مع اللاعبين الافارقه. يقول لك نجربوا انا نتستي الساعه 6 شهور والا عام نشوف الادابتاسيون نتاعو بالطبيعه، خاطر فما ادابتاسيون راهو نتاع شوف بار راهو التسكي تكنيك وتكتيك وفيزيك، فما ادابتاسيون اللي هي لازم تكون عندها قيمه راهو لازمك تثبت فيها. دونك يحاول يشوفوا اسكو لو جوار يسادابت او با. فما زاد كيف بك تحدث على الاعاره، لانك عندك عدد معين باش تاخذ لاعبين انت في شكل إعارة. فما شكون يفسخ مع الفريق نتاعو ويمشي الفريق الاخر، لكن هي اعاره تبقى ديجيزيه خاطر ما عندكش معناها قانونيا الامكانيه. حاجه اخرى، فما بعض الفرق اللي تفسخ مع اللاعب وغير المورا يبعدته اللاعب هذا، كما وقع لاعبين سي اس اس الحداد ومشاو للنادي الافريقي راهو فسخوا وسلامه قزاوي تقريبا كحسب ذكر ماهر حداد مشاو راهو فسخوا ومشاو معناها الحديد مشى لاعب. علاش؟ لانه فما فريق اخر بطبيعه اذا كان مشى تباع باش ياخذ معناها نسبه معينه من الترانسفير، بالتالي انفسخ له انا لاعب ومن بعد يمشي مع الفريق الاخر يصح معاه، ولكن حقيقه وقع انتقال من لاعب. بالتالي فما راهو اخلاقيات ممكن ما يقعش احترامها في عديد المرات، والقانون سهل ياسر انك معناها الكونتورن وتلقى حلول اخرى. واضح. القانون، الاشكال القانوني اللي صار بالنسبه للاعب ايزيكيل، لاعب انتدبه النادي الافريقي بعد وعود كبيره من رئيس النادي سليم الرياحي باش الوحيد وهو اللاعب الوحيد يعني اقل فريق انتدب هو النادي الافريقي اللي انتدب ايزيكيل ومدرب تو بعد نحكيو عليه. نشوفوا راي سيد نبيل السبعي العضو اللجنه عضو هيئه المديره النادي الرياضي الافريقي ورئيس لجنه الشؤون القانونيه، وبعد نرجعوا للبلاتو. الموضوع وقع تضخيمه يعني على الاقل نقول تضخيمه اعلاميا. الموضوع يقع لأي فريق في نفس الوضعية
باعتبار أنه وضعية خاصة اللعب هذا على ملك فريق روسي، ثم وقت يعارضه إلى فريق تركي، فاختذ الأمر وقت ما دخل النادي الأفريقي معه في مفاوضات يقع إرجاعه للفريق الروسي باش نجموا ناخذوا احنا من عنده. تمت الإجراءات هذه خذت شوية بطء للحقيقة، المفاوضات استمرت فترة طويلة شوي، تمت إلا في النهار الأخر النادي الأفريقي قام بالإجراءات المحمولة عليه، أدرج اللاعب بالمنظومة المعلوماتية للفيفا. تبقينا مرعنا أن الفريق التركي تخاذل في سحب يعني اللاعب هذا من المنظومة، أمر أخذ شكله العادي توا إجراءات قانونية سليمة. التجأنا إلى الجامعة التونسية لكرة القدم اللي مشكورين وعلى رأس السيد وديع الجري قاموا باللازم، وقعت مراسلة للفيفا. إن شاء الله الموضوع ما نتصور أنا تجتمع اللجنة الخاصة ذي بفيفا المتعلقة باللاعبين المحترفين، وإن شاء الله يتفضل إشكال خلال الأيامات القليلة القادمة، إن شاء الله 10 أيام على أقصى تقدير. فما لجنة هي مجعولة لفض هالإشكاليات هذم، اسمهم دي سيتواسيون دو بلوكاج. مش معقول زاد في وضعية كمن هكا جرات هذا الفريق اللاعب يحرم من المشاركه والفريق اللي دفع اموال فيه يحرم زاد من خدماته. فاللجنه هذه تجتمع وتنظر للوثائق وتشوف الاجال وقع احترامها ولا، وتسوي الموضوع يعني بصفه عاديه وصفه قانونيه. تحيه زميلنا عبد الرزاق جلجلي على التصوير والعائد لقناه تونسنا، صديقنا وزميلنا محمد بن حسين في المونتاج، مرحبا بك مجددا. سيد احمد، هذا راي سيد نبيل السبعي رئيس لجنه الشؤون القانونيه للنادي الافريقي، شنو صار بالضبط؟ وفسر لنا هذه منظومة، هل هي منظومة إعلامية؟ هل سو سيستيم اللي انتم تدخلوا تشوفوا به بالضبط؟ خلينا نوضحوها للعبيد مرة واحدة. شو صار في بالنسبة باش نعطيو كل واحد حقه. بالنسبة للنادي الإفريقي ما ارتكب حتى خطأ. انتداب اللاعب هذا زكال كانت إجراءاته قانونية سليمة 100%. أنا اليوم نفسي شفت الملف، شفت الوثائق المقدمة من طرف النادي الإفريقي، إجراءات قانونية صحيحة وسليمة. الإشكال مش من النادي الإفريقي، فريق يعني تركي، يعني الإدارة، إدارة النادي الإفريقي عملت العمل متاعها صحيح، قلنا 100%. الإشكال منين الإشكال؟ باعتبار وأنه اللاعب هذايا هو في الأصل ينتمي إلى فريق روسي، والفريق الروسي هذايا قام معناها بإعارته الفريق التركي، هذايا معناها وضعية اللاعب هذايا. الاتفاق نتاع النادي الافريقي كان مع الفريق التركي والفريق الروسي في نفس الوقت، امور اجراءات صحيحه. ودخل متعرفوا احنا بالنسبه لنا احنا الميركاتو معناها السيء الشتوي يوفى 15 جانفي. النادي الافريقي دخل في السيستم هذايا تي ام اس، يعني باش ياهل اللاعب ويتحصل على ما يسمى بالنسميه احنا سي تي، يعني كارد انترناسيونال دو ترانسفير، يعني بطاقه الانتقال الدوليه. ابقى الاشكال أنه الفريق التركي هو اللي ما دخلش التي ام اس، ما ينبا فاليدي، يعني ما أشرش على الانتقال، باعتبار أنه الفريق التركي وقع معناها فسخ العقد اللي هو في إطار إعارة من الفريق الروسي، والفريق الروسي نفسه معناها الجامعة الروسية ما يمكنهاش باش تقوم بالعملية هذه طالما أنه من اللاعب هذايا ما خرجش من سيستم تي ام اس اللي موجود في تركيا. يعني هنا شنو نولي؟ باعتبار انه الاجل يوم 15 جانفي انتهى، وباعتبار انه النادي الافريقي ما يجمش هو مباشره باش يراسل الفيفا، النادي الافريقي وجه مكتوب فسرنا الوضعيه للجامعه التونسيه لكره القدم، شفتوا حتى نفسي المكتوب اليوم، والمكتوب معناها وجه للفيفا مع انه تاكيدا قلنا الاجراءات سليمه 100%. الفيفا هي فما لجنه، هي تسمى لجنه كوميسيون دو جوار، ستاتيو جوار، العفو بالفعل، هي هذه ستاتيو جوار، مبدئيا تتفهم الوضعيه باعتبار انه النادي الافريقي ما ارتكب حتى خطا. نصور معناها موضوع نتاع بضعه ايام ويقع تسويه وضعيه اللاعب. سي علي، قانونا في الماتشات الجايين نجموش جمعيات اللي باش تنافس نادي الافريقي تعتمد هذايا الاثاره واحتراز يعني هل انه باش تحل لنا مسلسل تو مع الرابطه اللي باش تقعد تقاسي في الحكايه هذيا؟ لا لا ما نصورش الموضوع مش باش تطرح، لكن انا حبيت نزيد شويه على كلام سيد احمد. يقول النادي الافريقي لم يرتكب اي خطا، راهو فما سيدي ريكروتمون ا ريسك، هذوما لي ريكروتمون ا ريسك اللي يصيروا في اخر وقت
ولا ما عندكش مجال فيه انك تتصرف، لانه اذا كان صار نصور انه في اخر وقت وفي اخر نهار وقع انتداب اللاعب هذا والاتفاق معه، لانه لو كان قبل راه النادي الافريقي اتصل بالفريق التركي وطلب منه باش يخرج اللاعب هذا من سيستم تي ام اس. السيستم هذا لازمنا نعرفوا الناس كل هو راي منظومه معلوماتيه لتنظيم التنقلات سي معناها ترانسفير ترانسفير ماتشينغ سيستم، يعني سان سيستم دو ريغولاسيون ترانسفير. الا بكري على كلامك انت قلت نحيو البريد، راهو هذايا البرنامج هذايا ممكن باش يصير تسويقه من بعد بالنسبه للجامعات باش يكون هو موجود في الانتقالات الداخليه في الجامعات هذه، ممكن شي بعدنا شويه من مشاكلك البريد والاوراق والوثائق. عام 2007 وقع اعتماده في كونغري الفيفا بالنسبه للانتقالات الدوليه، ومبدئيا فما سيقع تسويقه بعد عامين موسمين ولا سنتين بالنسبه للجامعات الداخليه، لكن ما تصيرش احترازات. حبيت اي تفضل حبيت ملحوظه واحده، راهو امضاء العقد ما تمش في اخر يوم، راه بالنسبه للنادي الافريقي ما قلت لك كل واحد نعطيه حق وقت احنا ما نعرفوش ولا صار قبل بنهارين، يعني اذا كان مساحه يعني قامت اداره النادي الافريقي قامت بواجب. انا هكا سيد احمد كي تقول لي قبل بنهارين، سامحني حسين سيد نتعسف هو شويه بالضبط، انا نعطيك بالضبط، ولو كان عندي مجال انا باش نكلم الفريق التركي ونطلب منه باش يخرج من السيستم. عملوا اجراءات والفريق الروسي، ربما الفريق التركي حاب يزرعوا ربما ما فماش اشكال بين الفريق التركي والفريق الروسي موضوع هذا، يعني لا دخل للنادي الافريقي في النقطه هذه. ولكن في كل الحالات بالنسبه للفيفا الكوميسيون ستاتيو جور دي تعطي سي تي بروفيزوار، علاش؟ لانه مصلحه اللاعب ديما فوق كل اعتبار، انه يلعبش اللاعب هذا انه ما يلعبش بطل ما يخلوش بطالة كرة. شيماء خلينا نحكيو عن النادي الافريقي، فريق في المرتبة الأولى ينتدب لاعب وحيد مازال، يعني حسب ما قال سيد أحمد أنه الإشكالية باش تحل بالفيفا، شو رأيك يعني في انتداب وحيد النادي الافريقي؟ والله انتداب وحيد كما نعرفوا النادي الافريقي عنده مدرب جديد اكيد، مش فما شنو فما اختلاف فما تغيير كيف فما انتداب، راهو الانتداب نتاع المدرب ديجا هو في حد ذاته هذا في الميركاتو داخل اولا. ثاني حاجه النادي الافريقي يمكن ارتئوا الاداره الفنيه نتاعهم انه ما عندهمش نقايص، بتدخل شافوا ايكيب ما نعرفوا اخرى ما نعرفوهاش، خاطر اكيد النادي الافريقي صحيح حتى للمرتبه الاولى لكن كذلك عنده نقايص، او نحن راهو مع لا افراط ولا تفريط، معناها ماذا بينا ياخذوا لي بوست اللي ناقصين. اكيد الناس الكل تعرف اللي النادي الافريقي عنده مشكل في الاتاك وتنقصوا راس حربه معناها ممتازه، ما نعرفش كان اذا كان ينجم يقوم بشيء هذا ولا لا، وخاصه بربي نحب نعرج على الجمله قبيله قال قبل بنهارين فما وقت. والله هو انتداب واحد زيدوا نعملوه قبل بنهارين، معناها عندهم وقت قبل بنهارين تسبب لقداش جمعية عودتنا تندب قبل. لا انا نحكي سي فيصل على انتداب وحيد، معناها لو كان باش نعملوا انتداب وحيد اكيد رانا دارسين الموضوع من قبل ونعرفوا الاداره نتاع النادي الافريقي، مش تجي اليوم اي اذا كان اي اجى صحح. احنا كنا فما برشا انتدابات دارسين الموضوع، عمل انتداب سيبلي سيبلي في البوست اللي حاجته بيه باش يعمل انتداب وقلبه وجهه. سي مختار نرجع لك بعد ما نشوفوا، كملوا مع النادي الافريقي اللي بطبيعه بالرغم من وجوده في المرتبه الاولى ارتأى انه غير المدرب، تصريحات المدرب الجديد للنادي الافريقي شوفوها معنا حصريا على الجمعيه. عقد النادي الافريقي ندوه صحفيه قدم فيها المدرب الجديد لاكابر كره القدم الفرنسي لاندري شوفان بعد ما تم اقاله الهولندي ادري كوستر رغم تصدر النادي الافريقي لطليعه البطوله. J'ai 45 ans, ça fait maintenant 22 ans que je suis dans le football professionnel en tant qu'entraîneur. Après 16 ans au Stade Rennais et puis Sedan, Nantes et Brest en Ligue 1, Ligue 2. Voilà un petit peu. J'ai eu la chance de côtoyer d'excès de grands joueurs puisque 72 joueurs passés sous mes ordres sont signés en premier contrat pro. Puis en tant qu'entraîneur pro, j'ai aussi lancé 15 jeunes joueurs en première division en France. J'ai un ami qui s'appelle Bertrand Marchand qui a fait un très beau passage ici que j'ai appelé longuement pour avoir son sentiment. J'espère que j'aurai la même réussite que lui parce qu'il a marqué son passage en Tunisie, notamment au club africain. Après, c'est un championnat aujourd'hui que les clubs européens vont voir chaque week-end. Donc c'est parce qu'il y a sa fourmi de bons joueurs. Et ça fait partie du métier, donc il n'y a aucune...
moi aujourd'hui, je ne boycotterai jamais les médias, voilà. Et puis après, bah, quand on fait ce métier, c'est un métier public, il faut accepter les louanges, mais il faut aussi accepter les critiques. Donc j'estime que ça fait partie intégrante de mon métier. Le même objectif que le président et que tous les supporters, c'est ramener enfin le titre de champion en fin de saison qui fuit le club depuis 6 ans, je crois, maintenant. Ça fait partie, quand on embrasse ce métier, on sait qu'à tout moment, on peut être remercié. Donc ça fait malheureusement partie des aléas du métier. C'est arrivé à mes dépens. Maintenant, la situation s'est inversée. Ça fait partie du métier. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est rendre hommage à Dri Coster parce qu'il a fait un travail excellent pour amener le club à la première place. Et j'espère que derrière, on saura apporter une touche offensive supplémentaire pour que le club africain demeure à cette place. Le contact est plutôt positif. Après, on sait que, on le voit à la lecture du classement, je veux dire, il y a 3 équipes qui se sont détachées, donc le club africain aujourd'hui possède un des meilleurs effectifs du pays. Il faut simplement que les joueurs se lâchent un petit peu plus pour qu'offensivement on puisse montrer un autre visage. Il y a des qualités techniques, ils ont d'autant plus de mérite que les terrains ne sont pas forcément à la hauteur de l'expression qu'ils pourraient faire au quotidien. Donc c'est là-dessus aujourd'hui que je me rends compte, hein, les premières séances, les terrains ne leur permettent pas toujours de s'exprimer comme ils le souhaiteraient. C'était très important pour moi de venir avec Eric Afolabi, qui connaît parfaitement le continent africain, parce que moi c'est ma première expérience à l'étranger. Et puis aussi d'avoir quelqu'un qui connaisse parfaitement, pour que notre adaptation soit la plus rapide possible, parfaitement le football tunisien. Et avec Mohamed, bien évidemment, que c'est quelqu'un qui a une longue carrière, qui était avec l'équipe nationale, qui connaît parfaitement tous les clubs et qui nous aide énormément, nous, à notre intégration. Que le public du club africain est très impatient, donc on va pas, nous on est arrivé depuis mardi, on va pas comme ça en claquant des doigts. Je souhaite que ce soit le cas, mais si on gagne 5-0 dimanche, ça sera formidable, mais on va pas comme ça en claquant des doigts transformer l'équipe du jour au lendemain. Donc c'est à la fois une mission courte, mais aussi avec un objectif de jeu à moyen terme. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, et puis que les gens soient à la fois patients, mais surtout derrière les joueurs. مسي الخير مجددا. اذا كان هذا لاندري شوفان المدرب الجديد لنادي الافريقي. نادي الافريقي سي مختار غير المدرب نتاعو برغم من وجوده في المرتبه الاولى, برغم من حتى كي تلاوش حتى على الانترنت لاندري شوفان يعني ما تلقاش عليه برشا حكايات, يعني ان غران بالماريس الفريق كما النادي الافريقي. هنا الاشكال هو هنا الاشكال مش في تنحيت المدرب الهولندي, لان المدرب الهولندي المعوض نتاعو الاشكال, لان المدرب الهولندي هما اعطوها وقت زايد, لعب في الوقت الضايع لانه حق مفروض من 9 جولة 10 جولة ماكسيموم يجي على بالنا, لان مش معقول باش نشوفوا النادي الافريقي يلعب بالطريقه هذيك, ولو يعني فما انتصارات فما حالات وقت فما انتصار والاداء واللي غادي كيما وصل لكم النادي الافريقي, لازم المدرب يتغير, ولو سول اللي يتغير هو المدرب والستاف تكنيك نتاعو معاه, خاطر ما خليوش الامور تبدا مش واضحه. اللي عوضوا هنا الاشكال اكثر منه, توا كي المره تعدات الكوكي قبل البلاء الحسن وقدم اداء وقدم نتائج وكان الاول وكان اداء ممتاز جدا, تنحى صوا ونكيتا في 6 مقابلات نادي الافريقي, ثم جاء هذا السيد هذا خذا من جوان هو يخدم حتى توا احنا نصوم او مواد جانفي ونشوفوا الاداء هذا الهزيل. طبعا سليم الرياحي من حقه باش يتصرف, لكن اختيار المدرب الثاني هذا نتاع الجديد مدرب في سودو ان بتي كلوب سبان غون كلوب, مدرب في برست لو في ليغ 1, لكن من فيفري اللي فات هو مقصي على العمل ليموجي فيني. دونك احنا نقولوا ان شاء الله يكون
لان التجربه نتاع بيتهم ما شاء كان في رين في لي سونتر دو فورماسيون دو رين سيد هذايا كيما كان بيتهم ما شاء في سونتر دو فورماسيون دو سودان ولا غيره وبدا وجا تعلم عندنا احنا الواحد التدريب هذا ان شاء الله عنده ان اكسبيريونس نتاع باست صحيح باست في ديفيزيون 1 في ليغ 1 في فرنسا دونك ينجم ما نسبقوش الاهداف ونعطيوه الوقت باش يخدم ونخليه له الاطار العام والجو العام ما نجمش نكهربوه له بالحق يعني ما هو الا انسان يعني مش عنده عصا سحريه وان شاء الله يعني الاطار اللي معاه يفيق شويه واللاعبين شوف هنا المصيبه الكبيره ماهوش في الاطار الفني وحده ولا في رئيس النادي وحده حتى اللاعبين المسؤوليه الكبرى عند في الانديه راهم اللاعبين اذا كان اللاعبين يلقاو المناخ ويلقاو اللغه اي لو ديسكور فا شانجي سيرتينمون توا مع المدرب هذا وان شاء الله يعني يتحصلوا على نذكروا ان محمد المكشر هو المدرب المساعد اللي باش يكون مع لوندغي شوفان في النادي الافريقي حظ سعيد اذا للمدرب هذا بالانجليزي يقولوا ذا دارك هورس يعني الشخص اللي ما تتوقعش ربما فيه النجاح وفي الاخر يطلع هو الناجح هذه بطبيعه باش تثبت جولات القادمه خلينا نكملوا نحكيوا على الميركاتو اذا الميركاتو النادي الافريقي مدرب ولاعب في انتظار الاشكال القانوني سيدي احمد قبيله اللي تحكي لنا في لي كوليس نعرف في الكوليس يولي عندك طليقة لسان نرجع على اللايف تختفي شوية يعني لا في الكوليس نجم نقول لك حاجاتك شو السؤال يعني نحكيه اليوم على جمعية في أزمة مالية ودي كونترا بمئات الملايين يعني هل أنه اليوم الفرق متاعنا غنية وأمورها المالية كما قولوا مية على زيت باش تعمل لي كونترا هذوما كزيت على المية فوالا صحيح فما سيرونشير كبيرة اللي حدو فيها خاصة الثلاث سنين الأخرانيين فما ورواتب شهرية مهولة قاعدة تصرف اللاعبين أنا عارفش هذا سي مختار يجم يجاوبك خير مني اسكو عندنا في تونس ملاعب يجم يسوى المبالغ هذه اللي فما في حدود ما عندي واجب تحافظ ما نجمش نقول لك لسان عندنا شكون نجم ياخذ في 100,000 دينار او 60,000 دينار او 50,000 دينار هذوما راهو سي مختار يجاوبك سي علي قانونا ما فماش سقف معين حسب ميزانيه الدوله حسب ميزانيه الفرق انه ما يسمكش مثال فما نسال القانون هو ما فماش اما شخص كان يبدا موجود ونعملوا جرد للفرق ونشوفوا شنو الديون نتاعها والفرق اللي عندها نسبه معينه من الديون سقف معين ما عندوش الحق نقولوا انت دب اكثر من زوز لاعبين لا مش على العشاري اي بالضبط ما خاطر هي مربوطه ببعضها لا معناش سقف احنا مسيبه واللاعبين زاد يخموا ادخلوا اللاعب يقول لك انا ما نحبش بريم دو روندمون خاطر تقسم لي على قدام مقابله يدخل البريم دو روندمون في وسط باش يكون ضامن انه باش يخلص كامل هي سامحني يا سي حسان هي تجربه اولى باقتراح من المكتب الجامعي وقع المصادقه على القانون في 2013 اللي هو فيما يتعلق بالقسم الثاني جينا حددنا سقف بالنسبه للاجور الشهريه وسقف بالنسبه للي بريم دروندمون يا حبذا لو كان معناها يقع اقتراح مشروع على الانديه شو اقترحوا المشروع هذا الجامعة؟ الجامعة نجموهم فرق الرابطة لا وافقوا عليه محترموا حد فرق محترموا حد لا بالنسبة لنا سمعنا زعما رؤساء الأندية اللي صوتوا للمشروع هذا ولا طالبوا به هما نفسهم يعملوا ملاحيق تعديل لا بالنسبة للقسم الثاني القسم الثاني بالنسبة للقسم الثاني أي عقد يكون موجود فيه راتب شهري أكثر من القانون هو عقد مرفوض متفقين طلبنا تصحيحهم وهو حتى كان الملاعب يشحط اكثر بعد باش يمشي يشكي ما باش ياخذ الا 3 فوا لو سمي كيف موجود سيدي احمد لكن هل هذا اذا يقع اقتراحه بالنسبه للفرق للقسم الاول يندرى يقبلوا رؤساء الجمعيات ما يقبلوش الجمعيات الوليو الحد يقولوا 5,000 دينار اللي ياخذوا فيه تحت الطاوله في الرابطه الثانيه سي فايزل قعدت تسمع في الحكايه اليوم بطولة نتاعنا بمستواها يعني بفريقنا الوطني الغايب على المونديال بفريقنا الوطني اللي ما عندوش انترينور بازمه الماليه اللي بين الوزاره والجامعه هل تستحق كل هالمبالغ هل تستحق كل هالاموال 100 مليون يعني يعملوا مدرسه في بلاصه من البلايص يحلوا ينجموا كان يتم استثمارهم في لي جون ينجموا بعد 4 سنين يطلعوا لك 5 و6 جوارات اكيد ما تصورش عندنا ملعبيه تسوى المبالغ اللي كنت نسمع فيها هذه 100 مليون في الشهر شكون واضحين مبالغ مفزعة كما عدد المهون تاع الملاعبيه في الميركاتو كيف كيف فهمت كيف مربوط كيف
والله شيء باهت وكا وبربي نحب نرجع على الميركاتو ولا باش نقفل نحب نحب نقول لك حاجه خويا فيصل هي ال100 مليون شنو هي كما قال الاستاذ علي يعني كونوا ال100 مليون هي عملوها شهريا للمعبيه ولا فهموا اللي المسؤولين ماهمش كابابل باش يخلصوه في الدوزيام طونش توازيام طونش تاع الكونتراتو ولا يجيو يقولوا لهم اخويا شوف ما هو كونتراتو مليار ولا لا انا مليار نقسموها على 12 وناخذوها مع واحده مليار في بيم دون دومون في اي مليار يا اخي بطولتنا تستحق مليار لا ابدا فوالا سي فيصل تفضل احسن اغلى ملاعبي عندنا في تونس هو نمو 30 في الكاميرون مونسيور انشير مونسيور تفضل سي فيصل في 30 ثانيه لان ربي الميركاتو هذايا كي تعمل نخمم في المدربين اللي وقعت اقالتهم نحب نعطي مثال لسعد الدريدي معناها والله يسامحوني يسامحوني المساكين بعض المدربين فهمت لو لسعد الدريدي توفروا له 10 ملاعبيه ولا 11 ملاعبيه اللي جابوهم جدد اش كان ينجم يعني شيء مش كمل معك حديثنا على 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 الميركاتو اليوم فلوس بالمليارات البطولة ما زالت متعثرة بالمناسبة البطولة يعني اليوم اجتمع مكتب الرابطة وقرر رسميا تعيين مباراة المؤجلة بين الملعب الجيبسي ونادي رياض البنزات اليوم 29 جانفي وتم تأجيل النظر في قضية الإثارة اللي موجودة بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي لجلسة قادمة بانتظار انه جلسه ورا جلسه وهنا نستنى فوالا دونك كيفاش تراه الميركاتو الشتوي يعني احنا حسب الاحصائيات اكثر من 100 لاعب داروا انا كنت تحدثت حسين على الميركاتو كنت قلت للرقم هذا مفزع وما يتمشيش مع البطوله التونسيه خاصه وانه الميركاتو الشتوي راهو كيما البهارات معناها فيح معناها تنقص الحاجات الناقصه تكميلي ماهوش هو الاساس لو كان صارت الميركاتو هذا في الصيف كنا نجم نقبلوها عادي جدا انه انسان va former une équipe فهمتني مدرب كذا لكن اعدادك من هكا اعداد مفزعه ونقول لك جد جد ما عندهم باش يوصلوا نحب نرجع نحكي قبيله كنا نحكيوا على المدرب نتاع النادي الافريقي نرجع اكثر للنادي الافريقي خاطر كلوبيستي انت لا ما مش على خاطر كلوبيستي انا حاب المنتخب الوطني هذه اول حاجه هذه اول حاجه بلد ثاني احمر ابيض لحظه على فكره سامحوني وبعدك بعد انا عندي 10 ثواني 30 ثانيه قبل البوب الاسبوع هذا هبطت ليستا في موقع الحصري.com حطوا فيه الاعلاميين الرياضيين وانتمائاتهم وتنجموا تشوفوا انتماء تشيما شمام على الموقع هذا كنت حسبي الله ونعم الوكيل باش هذا هو الموضوع زملائنا حابوا يفادلكوا شويه نحب نحكي على حاجه مهمه جدا يزيني من الميركاتو يزيني قلتها من الاول راي الحكايه هذه كبيره ياسر كيما الشهر اللي كان يحكي عليهم سي احمد شهري ما نصدقوش معناها فريمون لا كاليتي قبل نشوفوا الانواع نتاع كوارجيه تاخذ في دي سالير مقبوله توا نشوفوا لا كاليتي نقصد ديجا نتاع لي جوار وياخذوا في شهري ما يستحقوهاش باهي هذه ساعة واضح نحب نحكي على حاجة بركة في النادي الإفريقي خاطر شوشت لي أفكاري الموقف اللي ماخذينه الملاعبية متاع النادي الإفريقي كان باش يوصلوا فيه ولا لا مازلنا ما نعرفوش مقاطعين الإعلام يرفض يعطيو دي انترفيو للإعلام فهمتش معناها لازم نحن يعني لازم الإعلام يطبل للملاعبية والا لازم نحن هما يمشيونا على كيفهم قرار اداري لا مش بقرار اداري هذا هو علاش جبته انا وطرحت الموضوع انا اليوم كان عندي في كان عندي معناتها في الكونفرنس دو بريس كنت طرحت الموضوع هذا وكانوا جماعه الاداره اكدوا لي اللي هما اصروا على الملاعبيه وطلبوا منهم معناها بلطف انهم يتكلموا مع الاعلاميين لكنهم رافضين قال لي ان شاء الله ربي يهديهم قلت لك اهدي ان شاء الله ربي يهديهم واضح شكرا لك شيماء بعد البيب باش نحكيوا على الهوند باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي كيفاش كان سافر وسط الاسبوع الى الجزائر وبدا فعلا المباريات نتاعو باش نحكيو على الكره الذهبيه على افضل هدف في الموسم الرياضي الفارط وبطبيعه الزابينغ يستنى فيكم هذا كل في النص ساعه وضيوفنا مازالوا قاعدين معنا حتى نهايه البرنامج نرجع لكم بعد شويه في الجمعيه